وأما الغنى اسمع، وأما الغنى فسبب للبطر في غالب الأمر، في غالب الأمر يبطرون. ألا انظر في مجالس العلم، أكثر مجالس العلم، أكثر الذين يريدون مجالس العلم من الفقراء، في كام واحد أغنى. أما الأغلب صار غنيا صار يتكبر على الشيخ، كل هيك حيواني بتصل، ما عمل زورنا شو بدي زوره، كتار ناس هيك لست بعالم أنا، بس تصل هيك من زمان ما شفناك، تعال أموي شو بدي إجي عندك على سوق الحمدية، 500,000 شيطان عندكم في السوق، تعال على المسجد وصلي وحضر مجلس علم وزور سيدنا العصور عليه الصلاة والسلام. بلادي شو ظن انه والله اذا صار من الاغنياء الشيخ لازم يجي لعنده، ولا طلعوا من الابواب، من كنت عن بابي غنية فلا ابالي اذا جفاني، ومن رآني بعين نقص رأيت مثل ما يراني، سيغنيني الذي اغناك عني، فلا فقر يدوم ولا غناء، رأيت الدار دولابا يدور فلا حزن يدوم ولا سرور. تعال عنا اعطينا درس، شو تعال هذا قوم يا دب تعال المسجد، انت شو تعطينا درس في البيت متكبر متعجر؟ ما لك الله يرضى عنه. لهارون الرشيد لما ارسل اليه قائد دولة الاسلام كان يملك ثلث الدنيا، قال بلغنا انك الفت الموطأ فتعال الينا تعلم ابناءنا، كتب له خلف كتاب منكم خرج العلم، العلم يؤتى ولا يأتي. الله أكبر، إلى هذه العزة. الله يرضى عن شيخنا الشيخ أبو حميد أحمد رمضان، ما أحد يزور من المشايخ إلا بينبوه، خاص إذا هيك بشوفه مايل للسياسي، إلا تنتين بعد عنون، السياسة والنفاق لا تنافق. الله لبسك ثوب العلم، ثوب الأنبياء، لا تذله، تنتين بعد عنون، السياسة والنفاق. قال لي والله كبار مشايخ البلد فجوا زاروني، قلت له هالكلام هذا فلان وفلان من تعرفه، قال له سياسة بعد عنا ونفاق لا تنافق، لا تنافق، الله عز وجل لبسك ثوب العلم، ثوب الأنبياء، لا تدنسوا، لا تدنسوا. هلا كثير ناس يلبسوا ثوب العلم والثوب عملوا كشلحني، لك والله لست أهلا لي، لعني مثل مجرم حشاش ولابس لفة وعمامة، مش لحني اتركه. الله يرضى عن هذا الشيخ علي الأزهري غزاوي، نعم، لما جاء لطالب علم من لبنان، شو سيدي جاء معه طالب آخر من البقاع الغربي من غزة، ذاك أبوه غني هذا فقير، لولا أبناء الفقراء لضاع العلم، فذاك ذهب إلى الخياط شو سيدي وخاط لي ولدي جبة، معه مال شو سيدي، معه مال، الله يعين طلاب العلم، من يدي خيط جبة عم تكلف 50,000 وراء مع شو سيدي، بيجي يقول له شيخي البس هذا. الله يرضى عن شيخنا الشيخ صالح بفو، لما قال له ان الطلاب، قال له امام عن وصاري، قال له يا ابني يا شهاب خذن على السوق اشتري لهم جوخ من الحريقة، وخذوا اللي عندهم سودي فصل لهم جباب، هيك عمل الشيخ صالح لما طلب من طلابي ان يلبسوا هذه الجباب، قال ما عنا مال، والله مباشرة والله امر اخذنا عند واحد بالحريقة اشترانا جوخ من اللي قلبك بيحبه، قال له خذوا عندهم سودي خيطلهم كلهم جباب على حسابي، الله يوفقنا كل خير. والله ذاك خاط جبة لولده، بعد ما جاء بالجبة عند الخياط شو سيدي ذهب إلى بيت هذا الشيخ علي غزاوي، طرق الباب خرج أبوه، قال له والله فصلت الجبة لابني، ولكن والله وجدت أنه هالجبة ما لابقى لابني، والله بتلبق لابنك أنت مو ابني. فإذا بابن ذاك الغني سافر على برازيل راح ترك طلب علم، وهذا يا حبيب الروح هذا الشيخ علي صار شيخ القراء وصار مديرا لمؤسسات الأزهر وجامعة الأزهر في لبنان، ربي فتح عليه، الله يرضى عنه رضاء لا سخط بعده، وعنا أجمعين اللي عم بحكي لك عنهم كلهم لا يزكى الله حدا من الدمعة الطيبة، اللي بحكي لك هاد ترجمته في طالب علم بصير تقعد تبكي، ربي حفظهم من صغرهم، الله يوفقنا لكل خير.
قال له شو سيدي؟ العلم يؤتى ولا يأتي. لما وصل الكتاب لهارون الرشيد قال صدق الإمام مالك، هيا بنا إليه. بس هي ما بيستطيع كل واحد يقول، في ناس أولى بيقطع لسانه مع رقبته. أي إمام مالك قالها لأنه كان معظما للعلم، فربي كتب له العظمة والمهابة. في ترجمته بيقولوا كان الإمام مالك مهيبا. ليه؟ كان يعظم العلم، يعظم الشريعة. فجاء إليه هارون الرشيد ومعه ولده الأمين والمأمون، وسيدي دخلوا كما قصة حدثني بها سيدي الشيخ علي الفروجي قدس سره، قعدوا على الأرض ما في إلا كرسي واحد قعد عليه هارون الرشيد. الإمام مالك على الأرض نظر إليه، عز العلم أعظم. فساق له سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له الحديث: من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه. فقام هارون الرشيد عن كرسي وقعد فهمان، لأنه كلهم خلفاء كانوا يقرأوا العلم ويقرأوا أولادهم العلوم، كلهم أهل الذكاء والنباء. سيدنا عمر بن عبد العزيز ما كانت العلماء بين يديه إلا تلامذة، كلهم أهل فهم. وزيدي الله عز وجل يوفقنا لكل خير. مثل هذا العالم الذي دخل، شو سيدي، جاء مجلس كان فيه السلطان وفي علماء، فقام العلماء إكراما له، شو سيدي، إلا وقت الأمير بقي قاعدا، ما عظمه ما بال به. فواحد سأله قال لك يا سيدي ماذا تأخرتهم؟ شو سيدي قال له كان عندي درس درس نحو، عم علم الطلاب الاستثناء، انه استثناء منهم متصل ومنهم منقطع. المتصل قام القوم الا زيدا، والمنفصل قام القوم الا حمارا. تخيل الله على الحنكه اللي الله اتاها العلماء. انا فهمته هذا اسمه منقطع، قام القوم الا ايه حمارا، ام هذا الحمار قام. هو معظم العلماء، الله بيعظمك. ما عظم السلاطين الدين وأهله إلا أعزهم، وما أهانوا أهل العلم إلا ورب العزة والجلال أهانهم وخربوا. الله يوفقنا لكل خير. شيخ مازن بورطنا بكل قصة، شو سيدي روح الدرس. قال فهذا ما أردنا أن نورده من جملة الأذكار والدعوات، والله الموفق للخير. شوف الخاتمة ما أحلاها، والله الموفق للخير. ذلك أهل حضرموت في كل صباح من عند الفجر يقولون يسألون الله: يا اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، ولا تحرمنا خير ما عندك للشر ما عندنا، وتب علينا توبة نصوحة طهرنا بها عقلا ونفسا وروحا، في كل صباح. يعني أخذ هذا من الحديث الشريف: اللهم من يسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك.